الحاج محمد تبارك الرحمن أشاهد خلفك شجرة المانجو وقد عانت من التقطيع حتى صغرت مثل ما أشاهد الآن، فهل نقصد في إكرامكم أو هيش بالضبط سالفتها؟ طيب ده الشجرة دي عمرها تقريبا 50 سنة. 50 سنة؟ 50 عام. المحصول تديني كانت من حوالي 5 سنين حوالي طن. طن؟ طن في كل موسم؟ 1000 كيلو في الموسم. بدأ الإنتاج يقل، الله أعلم، ده تقدم في السن مع آفات مع تغيير مناخ ده برضو، لكن أنا ما أخسرش ساق ولا حجم شجرة في الحجم ده. عملت عملية قطع للأفرع وإعادة نشأتها من جديد بتطعيم نوعية تانية مختلفة عن النوع الأصلي بتاعها. وإن شاء الله تعالى تتوقعوا يثمر متى؟ بعد سنتين. بعد سنتين. طيب طالما تحدثت عن القطع فزين توضح لي، قطعتوها على ارتفاع تقريبا متر ونص. متر ونص. متر ونص. هل تركتوا فيها فرع مخضر؟ لازم أسيب فيها فرع جرار، اسمه بنسميه عندنا فرع جرار، وفي نفس الوقت هسيبه يبقى عندي صنفين في الشجرة بدل صنف واحد حتى إنها تكتسب الغذاء خلال هذه الفترة. مظبوط. وبعد ظهور النموات أقطعه؟ لو عايز أشيله بعد ظهور النموات في الحجم ده عشان تقدر تسحب عصارة العود كله أقطعه. عايز أخلي فيها صنفين يقبل أنا حطيته جديد نوع مختلف، وأسيب فرع أصل الشجرة بتديني في العام الواحد نوعين صنفين مانجو مثلا، نوع زبدية مع ماشنوك. طيب هل دهنتوها بعجينة معينة؟ لا لا، أنا بشتغل على الخشب على طول. لا لا يعني بعد القطع. بعد القطع أنا دي أنا ما دهنتش، لكن يفضل تتحط لها معجون نحاس. تبارك الرحمن. نشاهد أن التطعيمات اللي تم إجراءها تركيب الأصول ما شاء الله عددهن مجموعة. مجموعة. تبارك الرحمن. هنا عندك نمو حديث من دائما أصل الفرع. أنا بعد كده بشيله. بعد كده بتروح تشيله. بس ده لما ياخد إيه؟ لأن دي زيادة العصارة في الشجرة. بهذه الطريقة هل يعني تتوقع أنها راح تعطي عمر جديد؟ عمر جديد مع أثمار أعلى. أعلى لأن دي نوعية جديدة، وكده يعتبر أنا زرعت شجرة جديدة بس على ساق محترم. ساق قوية. قوية. ذات جذور ممتدة. جذور ممتدة وشجرة لها عمر ولها تاريخ. فبالتالي أنا حرام أخسر شجرة زي دي وأحط مكانها شجرة بعد 5 سنين، لأن أنا لو طعمت على دي هاخد محصول بعد سنتين. فبالتالي أنا كده بكرت 3 سنين لقدام على المحصول. تبارك الرحمن. نسأل تعالى البركة في هذا العمل. بارك الله فيك.